تلتاعش طنش تاعش بسم الله الرحمن الرحيم. أخبار الثالثة عشرة تأتيكم من تلفزيون قطعة 13. تحتفل قطعة 13 اليوم بعيد المعلم، حيث يتسابق الطلبة والطالبات لشراء الهدايا وبوكيهات الورد، وذلك تقديرا لجهود معلميهم ومعلماتهم في هذا اليوم المشهود. أعزائي المشاهدين، الزميل لؤي مقدم وحالة الطقس. سمعوني زين وشوفوا يا جماعة، احنا لازم نسوي قطية ونشتري هدية حق الأستاذ صالح مثل ما قالوا بالأخبار. ندري ما عندك فلوس، انت مو لازم تدفع. انا ما عندي مانع. كفو والله يا عزوز، بس كنا في واحد ساكت اليوم. صباح الخير يا سبيان. اكيد هالوردة حقي. لا حقي انا. لا حقك ولا حقه، هذا حقي انا اصلا. هذه الوردة اصلا حق ابلاطيات، لان اليوم هو عيد الابلاط. ما ادريش حق بعطيكم الوردة شبح ويوه. اخر واحد دم عيال، اخر واحد دم عيال. بس بابا لا يسوي قرقر وازد ولا مدرسة الحبيبة من بيتنا قريبة، أذهب في الصباح إليها بانشراحي. مدرسة الحبيبة من بيتنا قريبة. هذا شلون أدش من الباب هذا صغير الحشاش؟ صباح الخير يا أطفال، شلونكم أنتوا اليوم؟ صباح الخير يا أطفال. افتحوا كتاب الفلسفة الفصل الثاني نظرية الوجودية وقروا لي بصوت عالي عشان ندرس. ليش؟ عين وين أستاذ صالح؟ الأستاذ صالح طايح بالمستشفى مسوي حادث، خطانا السوكو. أستاذ صالح ومسوي حادث، انت ايش حاجة تبكين؟ بس يا ولد لا تقول شي زي مهما كان زميل، واليوم يوم المعلم. ما عليك منا أبلة، أصلاً إحنا قررنا إن نروح نزور اليوم. بالأصالة عن نفسي أنا أعتذر عن قبول هذا الاقتراح الحلو، لأني وبكل أسف ما أقدر أروح، لأن أمي مسوية كيكة كاكاو بنجوم على فراولة وعليها علوج صغار وحلاوة مصاص. لا تشذب يا البطة، أنت ما تزع سوالفك؟ حبيبي يا عبود، أنت ما سمعت المثل الأرجنتيني الذي يقول ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، تأتي الريوح بما لا تشتهي البطون. على فكرة أنا راح أدز معاكم صينية محشي زبيدي مع كشري بالفستق والفول عشان صلوح الأستاذ صالح. أنا وين يبيني؟ ودوني عند عيالي يا بموت عندهم. Hello, my name is Kumbakalambok. It's time for your injection. ما أبي إبرة، أكلكم مو حلو. What is this? This is medicine, not food. What are you talking about? Sister Lambok Lambok. وبعدين وياك شيلي الإبرة والصحون مالتك. يما. كهسة صالح. انتوا ليش مسوين بروحكم كذي؟ استاذ صالح، احنا صار لنا ساعة ندور عليك، ما خلينا غرفة خصوصي بالمستشفى ما دورناك فيها. اي طبعا اكيد يعرف الغرف العمومية، لان ابوك اللي قاطينا هناك اصلا. هذا شفي راس مشوارب، لانه ممنوع اصطحاب الاطفال وقت السيارات. وحتى كان معانا صينية محشي زبيدي مع كشري بالفستق والفول. الله، محشي زبيدي، الله يعطيات. هات الشعر هات. دكتور لا تكشف على القلب أرجوك، أخاف لا تطلع صورتها بالأشعة. صح لسانك. لحظة أنا عندي سؤال، أنت إيش قصتك مع أبلاطيات؟ الله يسلمك، إيه برج الدلو وتحب تسوي محشي بالكشري. زين صالح، انت شو اللي حرولك كذي؟ انا كنت فوق السطح اركب الستلايت، وتتعرفون ان السطح مال بيوت الحكومه غير بيوت الانجليز، علشان كذي وانا صاعد فوق جيت ابصع الواير فمصعت الحديده كلها وطحت.
بس ما صار فيني شيء، بس انكسر السلم، فنزلت أجيب سلم من حديد. وأنا نازل من الدرج طلعت لي قطوة سودة. لا بس ما صار شيء، طالعت الساعة ولا أنا متأخر على المدرسة، دقيت سيارة سلف ما اشتغلت، أبي ابن حلال يوقف لي، ما حد وقف، كان أدزه، وأنا قاعد أدزه، طحت ببالوعة. لا الله سلم ما صار شيء، البالوعة هذه مشهورة ضايع فيها وانيت لها اليوم ولاقينا. الريحة الله لي وريك، قلت أروح البيت بسرعة بسرعة وأخذ دش على حق على المدرسة، وأنا بالدش استعملت خلط مع عباس النحيسة، قمت وزرق. بس ما صار شيء. شلون ما صار شيء؟ ما تشوفوني معلق بحبال وسلاسل مقطوط بهالمستشفى الخايس هذا؟ ثلاثة عشر طنش تعش.